اهلا بيكم، معاكم عمرو رجب، وده الجزء الثاني من حلقة المونتاج. احنا عملنا في الحلقة اللي فاتت المونتاج بتاعنا باستخدام برنامج بريمير برو. المرة دي هنعمل المونتاج بتاعنا باستخدام برنامج فيليمورا. تنزيل برنامج فيليمورا هو صعب شوية، فانا هحط ليكم رابط ازاي تفعلوه وازاي تنزلوه بالكراك بتاعه. كده فتح معانا نعمل نيو بروجكت، فتح معانا واجهة بسيطة جدا. دلوقتي هو بيقول لنا امبورت الميديا بتاعتنا، دي امبورت للميديا دي تبقى ميوزك احنا ممكن ننزلها ونقدر نستخدمها عادي، مجرد بس ما احنا نضغط علامه التنزيل دي فبيبتدي هو يحمل. ضغطتين عليها بتحمل، فانت ممكن تقدر تنزل الاغنيه دي كلها، وممكن انت تضيف اي اغنيه انت عايزها. بعد كده التكست، انت ممكن تضيف اي انيميشن للتكست اللي انت عايزه. يعني على سبيل المثال لو احنا عايزين نعمل دي، لو انت عايز النص بتاعك يظبط الطريقه دي في الاخر هتاخدها تطبقها كده وتقدر تعدل بكل سهوله على النص بتاعك. نشوف حاجه، الترانزيشنز دي تبقى حاجه فواصل ما بين الفيديوهات. يعني مثلا انا عايز اربط ما بين فيديوهين وما بين بعض، وبالتالي انا اربط بالترانزيشن دي، بتبقى جاهزه ومعرفك شكلها قبل ما تحطها. الافكت دي بتبقى تاثيرات فوق الفيديو تغير من شكل الفيديو. الاليمنتس دي عناصر برضو انيميشن بتظهر، مثلا انا عايز احط علامه القلب دي بتظهر فوق الفيديو بالعلامه دي بالظبط. السبليت سكرين احنا ممكن برضو نحط اكتر من شاشه في الفيديو بتاعنا. خلوني دلوقتي نجيب فيديو ونبدا نشتغل عليه عشان نعرف المونتاج بيبقى ازاي. نعمل امبورت للميديا بتاعتنا ونروح مثلا الفيديوز دي اللي انا كنت مسجلها، وناخد الفيديو مثلا بتاع ريكورد المونتاج بتاع المونتاج. دلوقتي بنقوم جاي ساحبين الفيديو بتاعنا منزلينه هنا او ضغطتين عليه وزائد بينزل تحت. بيقول لنا دلوقتي the resolution or frame rate of the media doesn't match. احنا دلوقتي هنقول له don't change عشان نقوم جاي حاطين الفيديو بتاعنا بالجوده بتاعته. دلوقتي ده الفيديو بتاعنا في التايم لاين عادي، احنا ممكن نرجع ونزود على حسب ما احنا عايزين. دي اللي احنا بنبتدي نقطع بيها وهي اللي بتعمل لنا الشغل بتاعنا. يعني دلوقتي كليك يمين ونعمل سبليت، بيبتدي ان هو يشيل الجزء ده وانا اقول ديليت. او طريقه تانية ان احنا نقف عند المكان ده وكليك يمين ونعمل فريم ستارت تو بلاي هيد، كده الجزء ده بقى كده. لو احنا ضغطنا ضغط على المكان الفاضي ده وقلنا ديليت هيرجع برضو لنفس المكان الاصلي. خلونا نشوف. اهلا بيكم، معاكم عمرو رجب، ودي خامس حلقه من حلقات الكورس بتاعنا، وهي مرحله برنامج المونتاج. هنمنتج كده المسافات الفاضيه دي احنا عايزين نشيلها. بس احنا لو عايزين نكبر المسافات دي نعمل ايه؟ نقوم جايين عند الشريط اللي فوق ده ومحركين يمين او شمال. شمال بيصغر التايم لاين بتاعك، ولو حركت يمين بيكبر التايم لاين بتاعك. واحنا ممكن نحرك اللي تحت دي عشان تودينا اكتر للحته اللي احنا عايزينها. الجزء ده فراغ مثلا احنا مش عايزينه، كليك يمين عليه ونعمل سبليت، نحرك شويه كمان ونعمل سبليت. لو انت عايز اختصارات بسرعه بقى كده الجزء ده شلناه. احنا عايزين اختصارات بسرعه ونعمل نقص بسرعه، كنترول بي نقص الجزء ده وكنترول بي نقص الجزء ده. في برنامج بريمير برو كنا بس بنضغط على مفتاح سي من الكيبورد ونضغط ضغط. دلوقتي انت ممكن تقف بس بالهيد ده على اي مكان انت عايزه وتعمل كنترول بي يبتدي يقص عندك. الجزء ده نبتدي ان احنا نشيله. لو احنا مشينا وشفنا الفيديو عامل ازاي، وهي مرحله برنامج المونتاج، هنمنتج الشغل بتاعنا باستخدام برنامج بريمير برو. برضو المتلازمات دي لو انت عايز تشيلها كبر شويه. منتج اللي هي ال دي احنا ممكن نشيلها. انا مش عايز اضيع وقت في كتير في المتلازمات دي لان انا قلتها في الفيديو اللي فات، فانت تقدر تشيلها عادي. كنترول بي الشغل بتاعنا. كده كنترول بي كمان مره ونعمل ديليت. منتج كنترول بي كمان مره ونشيل الجزء ده ونشغل. المنتج الشغل بتاعنا باستخدام برنامج بريمير برو، وبعد كده هعرفكم ازاي تعملوا نفس الشغل ببرنامج فيليمورا. خلوني بس قبل ما ابدا اعرفكم كده، يعني انا عندي برضو مسافات فاضيه نبتدي احنا نشيلها برضو، بس انا دلوقتي عايز ابدا اطبق في الافكتات عشان اعرف البرنامج ده بنستخدمه في ايه ومميز في ايه. هو البرنامج سهل جدا عن برنامج بريمير برو.
ابدا اعرفكم ان في مشكله قابلتني وانا بسجل الكورس برنامج او بي اس. دلوقتي في الفتحه دي انا عايز استغل الترانزيشن اللي عندي ان انا اعملها بشكل كويس. يعني قبل ما تفتح دي احنا ممكن نعمل كنترول بي الجزء ده، وقبل ما الشاشه تظهر كنترول بي ونشيل الجزء الفاضي ده، نرجعه ورا شويه، كنترول بي هنا برضو وكنترول بي. الجزء ده برضو محتاج يتشال ونبتدي احنا بقى. الجزء اللي رابط ده هو كان قبل كده مفيش شاشة وبعد كده بقى فيه شاشة، فانا دلوقتي الشاشة عندي اتغيرت، فبالتالي هنا اقدر اعمل ترانزيشن جديدة. نجيب الترانزيشنز واحنا مثلا نجيب حاجة شكل دي، دي مثلا دي كده اتضافت ترانزيشنز. اقدر اتحكم في الوقت الزمني بتاعها باستخدام الحتة البيضة دي، نحركها جوه بتقللها. يعني كده مثلا لو احنا جينا نشغلها نشوفها عاملة ازاي. لما انا سجلت بأوب كده مش هتظهر قوي، نكبرها شوية. OBS لما انا سجلت كده مثلا تبتدي انت بقى تتغير في الترانزيشنز دي على حسب انت عايز ايه. ممكن نضيف اي حاجة تانية، نقف عليها ونعمل ديليت. ممكن احنا مثلا ناخد دي ونحطها كده، نصغر شوية ونشوف هتعمل ايه. كنترول زد لما انا سجلت كده مثلا. كل دي ترانزيشن انت تقدر تستخدمها. فدلوقتي برضو عايز اوريكم الايفكتس عامله ازاي. خلونا نقف في بدايه الفيديو في المقدمه، عايز اجرب الايفكتس. الايفكتس دي مثلا ناخد الايفكت ده مثلا، لو احنا جينا نضيفه فوق هنا، صغر دي شويه عشان نشوف التايم لاين بتاعنا كله كده مثلا. لو احنا رجعنا شفنا الفيديو من البدايه، اهلا بيكم معاكم عمرو رجب، ودي كده الجزء ده. بس دلوقتي احنا عايزين نستخدمها بشكل لطيف شويه. يعني الافكتات دي لو انت عايز تستخدمها يعني بشكل لطيف، احنا ممكن نقوم جاي عاملين كده صغيره كده. بس احنا لو عايزين دلوقتي نزود، دلوقتي انا مش عارف اضيف اي حاجه فوق هنا، يعني هو دلوقتي ضاف لنا على طول. بس احنا لو عايزين نضيف اي تراك جديد، نقفل العلامه دي ونطلق اد فيديو تراك او اد ساوند تراك، هيضيفوا لي تحت لو انا عندي اكتر من ساوند. يعني دلوقتي ده الجزء ده. فدلوقتي انا لو عندي الدخله دي كده ممكن احنا نغيرها، هنجيب اي افكت تاني برضو، ده نغير صغير برضو صغره، نجيب اي حاجه تانية من اللي هي بتتحرك زجزاج دي شكل دي مثلا، نربط ما بينهم. انت ودماغك بقى تبدا انت تشكل براحتك. يعني مثلا اهلا بيكم معاكم عمرو رجب كده مثلا، احنا كده ابتدينا ان احنا نربط في بدايه انترو مثلا، تشكل براحتك. يعني عندنا برضو الاليمنتس اللي بتظهر دي مثلا، لو انا بعمل حاجه سربرايز جديده مثلا، انا ممكن اجيب الجزء ده وعايز استخدمها. هي دلوقتي بتنزل الجزء ده، ممكن استخدمه، ودي ممكن برضو اقف عليها هنا وابتدي اصغرها في اي وقت في اي مكان انا عايزه، اقدر احركها عادي. ممكن تبقى معايا في الجزء ده كده، لو انا جبتها كده عملتها كده. ودي خامس حلقه من حلقات كده ممكن نعملها احنا نصغرها شويه. رجب ودي خامس حلقه من حلقات الكرسي كده مثلا. انت تقدر تستخدم الاليمنتس دي برضو على حسب طبيعه الفيديو انت بتستخدمه، مش هنحتاجها برضو. يعني احنا جايين هنا نقص ونشيل الحاجات بتاعتنا. اهلا بيكم معاكم عمرو رجب. دلوقتي بقى عايزين نجرب السبليت سكرين. هي السبليت سكرين تبقى حاجه لطيفه شويه، فعايزين احنا نجربها. اول حاجه نجرب مثلا الواحد الاثنين اللي جنب بعض دول، ناخدها ونسحبها وننزلها كده. في وضع عندنا اسمه انيبل سبليت سكرين انيميشن، اللي هو على سبيل المثال لما تشوفه دلوقتي كده، ودي خامس كده اتحركه بنفس الطريقه دي. دلوقتي مثلا لو انا عايز اضيف الصوره بتاعتي، اخش على ادفانسد وبعد كده الصوره بتاعتي الاقيها موجوده هنا، اقوم جاي ساحبها وحطيتها على الصورة الأولانية. ولو أنا مش عندي صورة تانية، ممكن أقوم أسحبها وأحطها على الصورة التانية وأضغط أوكي. بيبتدي هو تلقائي حوالي الصور دي. لو إحنا جينا نشوف الأنيميشن، معاكم عمرو رجب ودي خامس حلقة. أنت بقى ممكن تشكل الصور بتاعتك على حسب ما أنت عايز. خلونا برضو نجرب أكتر من صورة. لو إحنا مثلا هناخد الصورة دي
برضو الانيميشن بتاعنا معاكم عمرو رجب، ودي خامس حلقة من ده كده الصور بتاعتنا. انت ممكن تقوم جاي مثلا رقم واحد دي تكون صورة مثلا عنوان رئيسي، والتلاتة دول اتنين وتلاتة واربعة هما متفرعين منها. نخش على ادفانسد برضو، واحنا ممكن نضيف الصورة دي على حسب ما احنا عايزين عشان احنا مش معانا صور، ونقول اوكي. يبتدي هو يضيفهم، ان احنا نشغل معاكم انيميشن عمرو تاني رجب، ودي خامس حلقة من كده مثلا. تقدر انت تلعب في السبليت سكرين براحتك وبالطريقة اللي انت عايزها. خلينا نشيل السبليت سكرين دي ونشوف الميوزك بتاعتنا. الميوزك بتاعتنا اللي هي الاوديو، خلونا ننزل تراك مثلا اللي هو درافت ده، او اي حاجة عايزين نشوف حاجة تانية. دي مثلا دي تنفع في بداية الفيديو مثلا كده. نقدر نتحكم براحتنا في الميوزك، اخدنا الميوزك اللي احنا عايزينها. نقدر احنا لو عايزين مثلا ناخد الجزء ده ونعمل له سبليت دلوقتي. لو انا مش محدد تراك من دولي، لو انا عملت كليك يمين وسبليت بره، هيعمل لي سبليت للكل ده مع بعض. خلونا نعمل كنترول زد. لو انا عايز اقص في الصوت لوحده، احدد الصوت لوحده واتك عليه كليك يمين واعمل سبليت، احذف الجزء ده. دلوقتي انا عايز اعدل في الصوت ده، لو انا ضغطت عليه ضغطه كده ودكيت على علامه اللي هي الاعدادات دي ايديت، اقدر ان انا اتحكم في الصوت بتاعي، اعليه واوطيه، اعمل منه فيد ان وفيد اوت. الفي ايه الفيد ان والفيد اوت دي؟ الفيد ان انا اعرفكم اللي هو بيقوم جاي ايه في بدايه الصوت، يبدا ياكل منه اجزاء. اهلا بيكم، معاكم عمرو رجب، ودي خامس حلقه من حلقات الكورس بتاعنا. يوم جاي خاف الموسيقى في البدايه بشكل كيرف، يبدا يطلع بيها تدريجي من البدايه. والفيد اوت نفس الموضوع، شكل ما انت شفته كده بيقوم جاي ايه عامل كيرف في الاخر. وهي مرحله برنامج المونتاج. المنتج الشغل بتاعنا باستخدام برنامج بريمير برو. تبتدي وبعد الصوت كده يقل واحده واحده بتاع الميوزك. دلوقتي دي اللي انت لو عايز تعمل دخله الموسيقى او خارجه الموسيقى. انت ممكن برضو تقدر تستخدم فلاتر منها من ايكولايزر، ونستخدم بوب او سوفت او دانس او اي حاجه انت عايزها. تقدر تجرب تشوف الفلتر اللي عجبك وتستخدمه. في حاجه هنا اسمه ريموف باك جراوند نويز، وهنا مش دقيق بالدرجه اللي قد كده وبيبوظ الصوت. فانا اقترح عليك ما تعملش ريموف باك جراوند نويز باستخدام برنامج فيلمورا، وتروح تعمله ببرنامج بريمير برو. نضغط احنا مثلا اوكي. دلوقتي عايزين نشوف التكست بتاعنا بنقدر نستخدمه ازاي. احنا مثلا عايزين نستخدم النص بتاعنا ده، خلينا نجربه الاول. ده يظهر في بداية الفيديو، او مثلا نشوف اي حاجة لطيفة شوية. يعني خلونا نجيب حاجة كويسة كده، اللي هو تعريف باسمك في البداية وكده يعني. خلونا مثلا ده كويس. احنا مثلا لو جربناه كده، عايزينه يظهر في البداية. نحدد مكانه الاول، نصغر، ممكن احنا نصغر بالشكل اللي احنا عايزينه، ونعمل لها محاذاة كده كده. دلوقتي احنا لو ضغطنا ضغطتين عليه، نقدر احنا نعدل في التكست بتاعنا. مثلا نعمله فليمورا كورس مثلا كده. نقدر احنا نغير في الخط بتاعنا بالشكل اللي احنا عايزينه، ممكن نعمله بالستايل ده. يعني خلينا نوضح نشوف عامل ازاي بقى بالشكل ده. نقدر انت برضو تغير برضو بالشكل اللي انت عايزه، كان دي اي حاجة انت عايزها يعني. نقدر برضو نغير في نوع الخط، كنترول ايه، ونقف هنا ونغير في نوع الخط اللي احنا عايزينه. ممكن يبقى بالطريقة دي، ممكن ده برضو تزود مقاس الخط وتكبره براحتك. ممكن تعمله بولد، مايل، على حسب يعني. ممكن تغير اللون بتاعه، يعني اي حاجة انت عايزها. ممكن نخش في الادفانسد اكتر ونغير في نوع الخط بقى والدروب شادو بتاعته. مثلا خلونا نعمله الاوبست بتاع الخط يبقى صغير، ايه يعني في اوبست للخط ولا لا. ممكن احنا نعمله الايفكت بتاعته اللي كانت موجوده بره، اللي هو بيبقى له ستروك وكده. ممكن نعمله بلور، ممكن الانجل بتاعته، الانجل بتاع الشادو اللي عليه. ممكن تكست بوردر بتاعك، ممكن اللي هو الستروك بتاعه يعني، ممكن يبقى مثلا احمر، اي لون انت عايزه. ممكن تقلل الاوبست بتاع الستروك، ممكن تعمل بلور على الستروك ذات نفسه. السايز بتاعه ممكن تكبره يبقى بالطريقه دي مثلا كده، براحتك يعني. التكست شادو اللي وراه ممكن انت تعمله مثلا بالطريقه دي، ونزود الاوبس بتاعته بقى بالطريقه دي مثلا، اللي هو بيظهر وراها دي، ويبقى بلور عليها مثلا بالطريقه دي لو احنا صغرنا شويه. الديستانس بتاعته هو قريب قد ايه من النص، ممكن هو يترفع فوق او ينزل تحت على حسب ما انت عايز يعني.
فدي كلها اعدادات انت تقدر تتحكم فيها. ممكن النص يتعمل له انيميشن، يتعمل له انيميشن، ممكن يتعمل بالطريقه دي مثلا شكل ما انت عايز يعني. ممكن برضو يتغير اي انيميشن انت عايزه للنص، تقدر تعمله من خلال الادفانسد اوبشنز. خلينا برضو نجرب دي مثلا اي حاجه، بس انا شايف ان دي اللي فوق ديت مثلا لطيفه شويه، انت هتختار اللي يتناسب معاك يعني، ونضغط اوكي. نقول اوكي ونيجي نجرب الجزء بتاعنا كده. اهلا بيكم، معاكم عمرو رجب، ودي خامس حلقه من حلقات الكورس بتاعنا. احنا نجيبها هنا في البدايه ورا احسن. اهلا بيكم، معاكم عمرو رجب، ودي خامس حلقه من حلقات الكورس بتاعنا، وهي مرحله برنامج المونتاج. ماشي مثلا كده بالطريقه دي تقدر انت تتحكم بقى باي شكل انت عايزه. خلصنا كده كل ما يخص برنامج فليمورا. في برضه نقط مهمه، انا دلوقتي لو عايز اسرع عنه فيديو معين، ممكن الفيديو ده انا عايز اسرعه، ممكن اقف عليه ضغطه كده ونخش على علامه السرعه دي، واقدر او اخش من الكاستم سبيد احدد السرعه اللي انا عايزها. ممكن اقلل السرعه او ازود السرعه على حسب براحتك واضغط اوكي، او ممكن اخش برضه على السبيد ونعمل لو انا عايز اسرعه اخد ال 2 اكس او ال 4 اكس اللي هو بيسرعه يعني، او ممكن اعمل له سلو. في برضه دي حاجه اسمها الجرين سكرين، لو تعرفوها انت بتصور وراك خلفيه خضراء، الجرين سكرين دي بتقدر تشيل انت الخلفيه دي باستخدام الخاصيه دي وتحط بدل خلفيه تانية يعني. ده كده تقريبا تجميع لكل ما يخص برنامج فليمورا يعني، انا شايف ان كده كويس جدا. بعد كده نخش بقى لمرحله الاكسبورت، نعمل اكسبورت من هنا. دلوقتي في عندنا اوبشنز، احنا بنختار الام بي 4. بعد كده بنخش على السيتنج بتاعتنا، نبتدي احنا نشوف بقى احنا عايزينه بجودة عاملة ازاي. انت ممكن في الانكودر بتاعك نختاره H264، دي بالجودة الكويسة. ممكن نختار بيتر او جود شكل ما انت عايز، بس ده بيفرق معاك في الحجم. خلونا مثلا ناخدها جود كده ونقول اوكي. الحجم بتاعنا دلوقتي 1596 ميجا. لو احنا مثلا جربنا سيتنج واخدنا بيست وقلنا اوكي، بقى دلوقتي 2627. كل ده بيفرق معاك في الجودة. فبالتالي احنا بنحب نستخدم بريمير برو ونصدر الشغل بتاعنا لبرنامج اسمه ادوب ميديا انكودر، لانه بيقلل لنا الحجم بتاعنا. ودلوقتي الرندر هنا في فليمورا ممكن ياخد وقت شوية، بس هو يعني في جميع الاوقات بيبقى سريع يعني. فدلوقتي برضو احنا ممكن نسمي الفيديو بتاعنا هنا مثلا نقول فليمورا كده. نقدر انت تحدد المكان بتاعك انت عايز تحفظه فين، نقول فاينل هنا مثلا وسيلكت فولدر، وتبتدي انت تعمل اكسبورت. يبتدي هو ياخد وقته. هنا الساوند ريميندر اول ما بيخلص بيدي جرس، او ممكن هو يقفل الكمبيوتر اول ما يخلص، احنا بنعمله ساوند ريميندر. بعد كده بقى ايه، خلاص كده تبتدي تروح للملف بتاعك وتاخده. كده خلاص خلصنا مرحلة برامج المونتاج، انتظرونا ان شاء الله في الفيديو الجاي.